ده 4 كيلو جرام سبول سلايدز along the rotational rod. يبقى عندنا الكتلة 4 كيلو جرام. At the instant shown, the angular rate of rotation of the rod is theta dot مدهاني 6 راد على السكند. ماليش كونستانت يبقى فيه ثيتا دبل دوت بتساوي 2 راد على السكند سكوير وعمال يدور اهم ثيتا دوت ثيتا دبل دوت ب 2 وثيتا دوت ب 6. At the same instant the spool is moving outward بره along the road at يبقى الار دوت اللي هو في الاتجاه ده اهو 3 في 1 3 متر على السكند و increasing يعني r double dot بتساوي 1 متر على السكند سكوير ومديني ال r بنص. We'll determine the radial and the frictional force and the normal force on the rod on the spool at this instant. يعني طالب ال f radial يعني f ثيتا لا f r والنورمال فورس يعني اف زد لفوق. طب وفين الاف ار؟ الاف ار كده دي الراديال ده الراديال ومفروض في اف ثيتا مسميها يمكن ربما نورمال اوف ذا رود اون ذا سبول ات ذس انستانس. ماشي يبقى احنا عندنا نورمال حاجتين، نورمال كده اللي هو اف ثيتا ده يعتبر نورمال يعني عمودي على الرد، وفي كمان نورمال كده اللي هو الاف زد. يعني عندنا هنا اف زد وده اف ثيتا وهنا في كمان اف ار، ثلاثة نجيبهم الثلاثة. طيب الاف ار خلينا نقول سيجما الاف ار بتساوي الام في الاي ار اللي هو الاتجاه ده. طيب الاف ار بيساوي 4 في ار دبل دوت ناقص ار ثيتا دوت سكوير فتساوي الار دبل دوت بواحد. طيب واحد ناقص الار بنص في ثيتا دوت اللي هي 36 انها تربيع واضرب الكلام ده في 4 فطلع الجواب ماينس 68 متر بير لا متر ايه نيوتن يعني نيوتن ونمسح الزيادات دي نيوتن همسح انا ده بالكوريكتور بعد شويه. طيب اف ثيتا هتساوي ام في الاي ثيتا وده الاتجاه بتاع الثيتا. طب يبقى الاف ثيتا بتساوي الام اللي هي باربعة ار ثيتا دبل دوت زائد اتنين ار دوت ثيتا دوت يلا يساوي ايه بقى؟ الار بنص الاول من اربعة ضرب نص في ثيتا دبل دوت قال لنا باتنين شكرا زائد اتنين في ار دوت تلاتة في ثيتا دوت اللي هي بستة يعني كل حاجة عندها تعود مباشر فطلعت 148 نيوتن. يبقى عندنا ده الراديال وده النورمال اللي هو اف ثيتا كمان في زد بس مفيش حركة في اتجاه الزد فسيجما اف زد بتساوي صفر. يعني قول ام ايه زد اللي هي زد دبل دوت يعني نقول ده الاتجاه فهقول ان الاف زد بتساوي 4 في زد دبل دوت اللي هي بصفر يعني فيطلع صفر. طب لا ناقص ام جي طبعا يطلع ام جي اف زد هنا زي هنا صفر بس هنا ناقص ام جي فالاف زد يبقى ده الحته دي بتساوي صفر الاف زد بتساوي الام جي اللي هي هتبقى 4 في 9.81 فيطلع الجواب 39.2 نيوتن ودي القوة اللي في اتجاه الزد دي القوة اللي في اتجاه الثيتا دي نورمال وامر اخر دي نورمال اما دي راديال